قال الإمام زين العابدين عليه السلام والثواب لا يتصور من قبل العقل البشري وإنما يؤمن به الإيمان من قال اللهم لعن الجبت والطاغوت الجبت أبا بكر الطاغوت عمر في الرموز الدينية للأشرار من قال اللهم لعن الجبت والطاغوت كل غداة أي كل صبح مرة واحدة مرة واحدة اللهم لعن الجبت والطاغوت مو أكثر من هذا كتبت له 70,000 حسنة ومحيت عنه 70,000 سيئة ورفعت له 70,000 درجة هذا لمن قال كل غداة مرة واحدة اللهم لعن الجبت والطاغوت أما من لهج لسانه باللعن المسبع كل غداة أكثر من مرة فماذا يكون ثوابه اللهم لعن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر هذا هو اللعن المسبع إذا ثواب اللهم لعن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة هذا فماذا يكون ثواب اللعن المسبع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما